مسا على الناس المخرمسة، ورجعنا لكم في فلوق جديد. ايش رايكم بالنظارة الجديدة؟ تبدأ اليوم قررت ان اعمل ديكوريشن رهيب في غرفتي، وقررت اني اعمله بنفسي بدون ما استعين باي نجار حداد انتيريور ديزاينر. فالفكرة كالاتي: حجيب مواد متوفرة في كل بيت، الكوست حيكون مرة لو حيكون مرة بسعر التراب. الفكرة منسوعة يا جماعة، تعرفوا احنا ما نسوي شيء عادي، احنا لازم يا نسوي جنان يا ما نسوي حاجة زبد. اول شيء هحتاجه كراتين عادية تلقاه في اي بقالة في اي مخبز في اي. فخلونا الحين مع بعض نروح نجيب كراتين. والله عشان ناخذ شوية الهام جيت على ارت كافي، شيء خطير كافي بس للرسامين. خلنا ناخذكم لفة فيه. شوفوا هذولا كلهم فنانين الا هذا قاط غلط. ابو حميد اركتكت وفنان يعني سبعة صنايع تبع مسوي مشروع فني، لازم يعني تحتك عشان الالهام يجي من هنا. فعليا يعني ايش انا اليوم لو سويت حاجه حلوه فهو من الوجه. لا والله من الوجه هذا. ايوه بس اعطينا واحده جنان. ايش جنان؟ ايه عبد الرحمن. لا بايخ ضعيف مره. ضعيف ايوه. جنان؟ لا برضه ضعيف. دجاج دجاج عبد الرحمن. دجاج يلعب في بطنك. جنان 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 جنان. تعرف انا مالي بخاطر عشان كذا لازم استعين. ناخذ من اسمع ما صار دي واي هاي. والله معليش بس لازم فاهم لازم تستعين. او شكل الباك جراوند هذه حوسه بحد ذاتها، بس انت لازم تشغل العقل الباطن. اطلق الفنان الذي بداخلك. نعم شوف يمشي ولا ما يمشي. We'll be right back.
بمواد موجودة في بيتك وبأسعار في متناول يدك تقدر تعمل أجمل ديكور يناسب غرفتك، وهذا هو الدي واي اي ديكوريشن. Do it yourself. شوفوا أحلى شيء عندهم البالطوات هذه حقة الرسامين، عرفتوها؟ كيف بس؟ كذا كملت. ها شباب كيف؟ يجي مني ولا؟ والله يجي مني ولا؟ يجي صح؟ رسام مشروع بيكاسو. بيكاسو اي مشروع. اي صجد. حلو بس بالك شغل عليه. بالك شغل عليه. اي مجملا رهيبة صح؟ مجملا حلوة. طب ايش في اشياء ممكن نضيفها كذا عشان؟ موجودة حط صورة. ايوه. تقول كنتاكي كذا. بالضبط كنتاكي.